قصص نور وقصص حكمة وصبر، أساميهم لنا خير وعطار. نبتدي بآدم خليفة ربنا، وفي محمد ننتهي خير البشر. قصص نور وقصص حكمة وصبر، حكمة وصبر، أساميهم لنا خير وعطر. نبتدي بآدم خليفة ربنا، وفي محمد ننتهي خير البشر. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة من برنامج قصص الأنبياء. في الحلقة الماضية تكلمنا عن نبي الله صالح عليه السلام، وذكرنا أن الله عز وجل أهلك قومه بالصاعقة، بالصيحة، أهلك القوم الكافرون، ولم يبق إلا صالح والذين آمنوا. عاشوا في الأرض زمنا والإيمان والتوحيد منتشر، حتى بدأ الشرك يدب في الأرض مرة أخرى، وجاءت الشياطين واجتالت الناس عن دينها، فبدأ الشرك يظهر في بلاد بابل، وبدأ الناس يعظمون الأصنام ويعبدونها من دون الله عز وجل، وعبدت الأصنام والأوثان، حتى الكواكب عبدت من دون الله عز وجل. فبعث الله عز وجل نبيا، وهذا النبي نبي أحبه الرب عز وجل، واتخذه الله عز وجل خليلا. من؟ إنه إبراهيم الخليل، هذا الشاب الذي ولد في بابل وترعرع فيها ورأى الناس يعبدون الأصنام، ما رضي بعبادتها وما رضي بأحوال الناس. ولقد آتينا إبراهيم رشده، ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. الله عز وجل ألهم هذا الفتى التوحيد والإيمان، وإذا به ينكر على قومه عبادة الأصنام وعبادة الأوثان، واستنكر هذا الفعل، فأراد أن يدعوهم إلى الله عز وجل. وأول من بدأ به أبوه، أقرب الناس إليه، دخل إليه يدعوه إلى الله جل وعلا. إبراهيم عليه السلام وهو فتى يدعو قومه إلى الله جل وعلا، أول من بدأ به أباه، دعاه إلى الله جل وعلا بأحسن أسلوب. فالأنبياء أرحم الناس بالناس، أرحم الخلق بالخلق. أبوه الذي ملأ بيته بالأصنام، جاءه إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام يدعوه إلى الله جل وعلا. انظروا الأسلوب الذي بدأ به إبراهيم، ينادي أباه المشرك الكافر الذي كان يأمر إبراهيم بالسجود للصنم، يرد عليه إبراهيم فيقول: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يستمر إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام بدعوة أبيه، وأبوه يصد، بل أبوه كان يأمره بعبادة هذه الأصنام. فيرد عليه إبراهيم: صحيح أنني صغير، صحيح أنني أصغر منك سنا، فأنت أبي وأنا ابنك، لكنني قد أوتيت من العلم أكثر منك يا أبي. يا أبت إني قد جاءني، وكل خطاب يبدأه يا أبت، إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني
فاتبعني أهدك صراطا سويا. مع أنه مشرك لكن الأسلوب رحمة، لين، رفق، ما كان الرفق في شيء إلا زانح. ثم استمر إبراهيم عليه الصلاة والسلام يدعو أباه إلى الله جل وعلا: يا أبت لا تعبد الشيطان، لأنك لو عبدت الأصنام فإنك ستعبد الشيطان، فهو الذي يأمرك بعبادة الأصنام. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك. شوف الأسلوب، أنا خايف عليك يا أبي. القضية ليست فقط أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، القضية ليست فقط أبين لك الحق من الباطل، لا، القضية خوف عليك يا أبي، وإن كنت مشركا لكنني أرفق بك وأرحمك. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. رد أبوه على هذا الفتى الذي يدعو إلى الله بكل قسوة، انظروا كيف رد عليه. قال: يا إبراهيم، لئن لم تنتهي، إذا ما توقفت عن هذه الدعوة لأرجمنك، سوف أرميك بالحجارة حتى الموت. ثم طرده، قال: واهجرني مليا، لا أريد أن أراك في بيتي. خرج إبراهيم وهو يقول لأبيه: قال سلام عليك. يسبه ويشتمه ويهدده وهو مشرك، ويرد إبراهيم: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. سوف أدعو الله عز وجل لك وأستغفر الله عز وجل لك، ما لم ينهني الله عز وجل عن هذا. هذه دعوة إبراهيم لأبيه، وهذا هو أسلوبه مع أبيه وإن كان كافرا أو مشركا. قصص نور وقصص قصص نور وقصص حكمة وصبر. كان إبراهيم الخليل وهو فتى صغير يخرج إلى قومه فيراهم يعبدون أصناما وتماثيل، فكان يستنكر عليهم هذه العبادة. وفي يوم من الأيام قال لهم بكل جرأة وشجاعة، قال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ كانوا يجلسون عند هذه التماثيل يعبدونها كأنها خلقتهم، كأنها تنفعهم أو تضرهم. فكان وهو فتى صغير عاقل أعطاه الله عز وجل الحكمة وآتاه رشده، كان يقول لهم: ما هذه التماثيل؟ فردوا عليه بكل جهل وسفاهة، قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين. فإذا به ينكر عليهم، قال: أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. لستم أنتم فقط، بل حتى آباؤكم كنتم في ضلال مبين. كيف يجرؤ شاب صغير يكلم قومه بهذا الكلام؟ فردوا على إبراهيم الخليل، قالوا له: أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ تلعب معنا يا إبراهيم؟ أهذا لعب؟ أهذا هزء بنا؟ أهذا استهزاء على ديننا ودين آبائنا وأجدادنا؟ إياك، نحذرك يا إبراهيم أن تلعب أو تخوض في مثل هذا. فرد عليهم بكل جرأة وبكل قوة، قال: بل ربكم رب السماوات والأرض وأنا على ذلكم من الشاهدين. أين كبار القوم؟ أين العقلاء؟ شاب صغير يقول لكم هذا الكلام، ثم هدد أصنامهم: وتالله يقسم لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. ما إن تغادروا يوم من الأيام
إلا وأكيد هذه الأصنام وأهدمها هدما. يهدد من؟ يهدد آلهتهم. فتى صغير بهذه الشجاعة وبهذه القوة، لما؟ لأنه متوكل على ربه عز وجل. خرج الناس وهم يسمعون إبراهيم الخليل يقول لأكيدن أصنامكم. بعد أن تولوا مدبرين، ما توقعوا أن يفعلها، ما توقعوا أن يجرؤ إبراهيم على هذا الفعل. فإذا بهم يخرجون ليوم الزينة، جاء إبراهيم الفتى الصغير إلى ساحة الأصنام، إلى ساحة التماثيل، فوجد عندها الذبائح، اللحوم، الطعام، الشراب، كل أنواع القرابين. فسأل هذه الأصنام وهو يعلم أنها لا تتكلم، قال: ما لكم، ما لكم لا تأكلون؟ أفلا تأكلون؟ كلوا من هذا الطعام، كلوا من هذه الذبائح، كلوا من هذه الفواكه، كلوا، أنتم آلهة، أنتم معبودون، لما لا تأكلون هذا الطعام؟ حتى هذا الطعام لا تستطيعون على أكله. وهو يعلم إبراهيم الخليل أنهم لا يستطيعون. ما لكم؟ لا تنطقون؟ ردوا علي، أجيبوني. فذهب إبراهيم الخليل من حنقه على هذه الأصنام وهذه المعبودات التي تعبد من دون الله عز وجل، فجاء بقدوم مثل الفأس، جاء به إلى هذه الأصنام وهو يكلمها: تكلموا، انطقوا، كلوا من هذا الطعام. فأخذ هذا المعول أو هذا القدوم وأخذ يضرب هذه الأصنام، وهو فتى صغير. يكسر ماذا؟ يكسر آلهة القوم، يكسر ماذا؟ أصنامهم التي ورثوها عن آبائهم وأجدادهم. أي قوة، أي جرأة من إبراهيم عليه السلام وهو فتى؟ أخذ يضرب ويضرب ويضرب، فجعلهم جذاذا، فتت الأصنام كلها إلا صنما، فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. وضع الفأس أو القدوم عند الصنم الكبير الذي لم يكسره. انظروا لعقله، انظروا لحكمته حتى يحج قومه. وضع هذا القدوم عند الصنم الكبير وفتت البقية كلها، جعلها كالتراب. فإذا بالقوم يرجعون فرحين مستبشرين، ليروا أمرا غريبا، ليروا أمرا عظيما حصل في بلادهم. أول ما ذهبوا إلى أصنامهم، إلى آلهتهم، وكانوا في كل مرة الطعام يختفي، ربما تأكلها الشياطين أو تأخذها. فإذا بهم يرون الآلهة صارت ترابا، أخذوا يصيحون، أخذوا يبكون، أخذوا يصرخون. فإذا بهم ينادون في القوم، قالوا: من فعل هذا؟ من فعل هذا بآلهتنا؟ إنه لمن الظالمين. انظروا للجهل والغباء والسفاهة. إله يهدم، إله يفتت، إله يصير ترابا، وتسألون من فعل هذا بآلهتنا؟ إذن هو أقوى منهم، إذن كان حقا عليكم أن تعبدوه من دون الأصنام، لو كان هناك مسحة من عقل. لكن حتى العقل ما في، حتى الفطرة فسدت. قالوا: من فعل هذا بآلهتنا؟ إنه لمن الظالمين. من؟ أعدو جاءنا؟ أإله آخر؟ ما الذي حصل؟ فتكلم بعض الناس الذين سمعوا إبراهيم يهدد الأصنام، قالوا: سمعنا فتى يذكرهم، قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. فذهبوا إلى إبراهيم الخليل، فتى صغير، فربطوه ومسكوه وجاءوا به أمام الناس جميعا، والكل حانق، والكل غاضب، والكل يريد الانتقام من هذا الذي فعل هذا بالآلهة. تخيلوا هذه المحكمة. قالوا: فأتوا به على أعين الناس، فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. لتعقد المحاكمة وليؤت بالمتهم ولتأتي المحكمة وليشهد الناس جميعا على هذا الفعل. أي فعل؟ إنه تهديم هذه الأصنام. فجاء الناس جميعا، تجمعوا على من؟ على إبراهيم وهو فتى صغير، منهم أبوه، منهم أهله وأقرباؤه، لكنه كان ثابتا صامدا لا يبالي عليه السلام. فسألوه:
أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا، لست أنا بل الذي فعلها هذا الصنم الكبير، هذا الكبير الذي بيده المعول، فاسألوهم إن كانوا ينطقون، إن كانت الأصنام آلهتكم تنطق سألوهم من الذي فعل هذا بهم. فإذا بهم يلتفتون بعضهم إلى بعض، قالوا لقد علمتم إنكم أنتم الظالمون، لقد علمتم أن الذي فعلتم خطأ وأن هذه الآلهة ليست بآلهة، إنكم أنتم الظالمون. فإذا بهم انقلبوا على رؤوسهم، لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. فإذا بهم ينكشفون ويفضحون، فإذا بقائلهم يقول حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. اتفق الناس على حرق إبراهيم الخليل وهو فتى صغير. يحرق هذا الفتى لما؟ لأنه دعاهم إلى الله جل وعلا، يحرق لأنه ذكرهم بالله وحجهم بمنطقه وعقله وأدلته، لكن القوم لا يعقلون، ما وجدوا سبيلا لإيقاف إبراهيم الخليل عند دعوته إلا بالحرق بالنار. قالوا حرقوه، لأنه أشد أنواع القتل تعذيبا، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم، وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. وسبحان الله، الآلهة تنصر لا تنصر، آلهة مفتتة، آلهة مهدمة. قالوا اجمعوا الحطب لحرق إبراهيم الخليل، ربطوه وحبسوه حتى يحرق بالنار. فذهب الناس كل منهم يجمع حطبا، ومن حرصهم كانت المرأة إذا أرادت أن تنذر للأصنام والآلهة قالت مثلا لئن نجى الله، أي تقصد آلهتها، تقصد أصنامها، لئن لجى آلهتي ولدي أو شفت ابني من هذا المرض لأجمعن حطبا لحرق إبراهيم. ينذرون على حرق إبراهيم عليه السلام وهو فتى صغير. جمعوا حطبا عظيما وأشعلوا فيه نارا عظيمة، بل وصلت النار إلى مرتفع عال حتى أن الطيرة إذا مرت فوق النار سقطت من شدة حرها. أي نار هذه؟ أي جحيم هذا؟ قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم. نار عظيمة صارت جحيما يريدون فيها حرق إبراهيم الخليل. نار تجمع الناس في ذلك اليوم، منهم أبوه منهم أمه، ليروا كيف يحرق إبراهيم الخليل، فتى صغير. أرادوا الاقتراب من النار لإلقاء إبراهيم فلم يستطيعوا إلقاء إبراهيم لأن النار عظيمة، ما استطاعوا الاقتراب منها، فرابطوا إبراهيم الخليل في منجنيق، هذا المنجنيق الذي ترمى به القذائف، ربطوا في هذا المنجنيق إبراهيم الخليل. الآن إنها اللحظات الأخيرة لحرق هذا الفتى، سينتهي كل شيء. جاءه جبريل عليه السلام، قال له، وجبريل بطرف جناح قلب قرية، جبريل بصيحة دمر أمة، جبريل سيد الملائكة، قال له يا إبراهيم ألك إلي حاجة؟ تريدني الآن أساعدك؟ فنظر إليه وقلبه متعلق بالله، قال يا جبريل أما إليك فلا، أما إلى الله فنعم، حسبي الله ونعم الوكيل. قصص، نور قصص، قصص نور قصص، حكمة وصبر. بدأ إبراهيم الخليل يستعين بالله عز وجل ويدعو الله جل وعلا، والقوم يشهدون حرق إبراهيم الذي ربط ووثق بحبال ليمعن في قتله وإحراقه، والكل يشهد. فإذا به يرمى في النار، رمي الخليل في النار. نعم، وأي نار؟ نار عظيمة أسقط إبراهيم الخليل فيها. فإذا بربنا عز وجل يقول قلنا يا نار، والنار مخلوقة لله عز وجل، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما،
كوني بردا وسلاما على إبراهيم. لو قال الله عز وجل بردا لمات إبراهيم عليه السلام من البرد، لكن قال الله وسلاما، ولو توقفت الآية هنا لا صارت كل نار الدنيا بردا وسلاما، لكن قال الله على إبراهيم، أي فقط على إبراهيم. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما، قام الناس كلهم يشهدون كيف يحترق هذا الفتى، فإذا به لم يحترق منه إلا شيء واحد، الحبل الذي وثق به. فقام إبراهيم وكبر وسجد لله عز وجل شكرا لله، والناس ينظرون، أبوه منهم، أمه منهم، الكل متعجب. أما أبوه كان مشركا، قال من قلبه نعم الرب ربك يا إبراهيم، إنه أبوه قال نعم الرب ربك يا إبراهيم. أما أمه فنادت ابنها وهو في النار يصلي ويسجد لله عز وجل، قالت له يا بني سر ربك أن أدخل إليك، فدعا الله عز وجل فدخلت إليه في النار، والناس يشهدون والناس ينظرون. فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. خرج إبراهيم من النار والناس خائفة، قيل ظل في النار أياما، قيل ظل في النار ساعات، الله أعلم كم مكث في النار، لكنه بعد أن خرج لم يقترب الناس منه، النار لم تحرقه. أي رجل هذا؟ هل آمنوا بعد هذا الكلام؟ لم يؤمن به إلا ابن أخيه واسمه لوط، إلى الآن ما أرسل، وزوجته سارة، هذان اللذان فقط آمنا به، أما بقية القوم كفروا به مع أنهم رأوا هذه الآية البينة. ناداه الملك واسمه النمرود، هذا الملك الظالم نادى إبراهيم الخليل عليه السلام لما سمع بالخبر، قالوا أتوا به. فلما جاء بإبراهيم وكان فتى صغيرا شابا، قال له يا إبراهيم سمعت أنك فعلت كذا وكذا، أتزعم أن لك رب؟ قال نعم، ربي الله الذي خلقني وخلقك وخلق كل شيء، ربي الله الذي يحيي ويميت. ألم تر إلى الذي من إنه ملك من الملوك، ظالم طاغية، أتاه الله عز وجل الملك. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. فرد الملك بكل سفاهة ووقاحة، قال أنا أحيي وأميت، القضية أحياء وإماتة سهلة. فنادى رجلا بالسجن فقال لجنوده اقتلوه، فقتلوه، قال أريت أمته. ونادى رجلا سوف يعدم فقال له أطلقتك وتركتك حرا، قال أرأيت أحييت هذا وأمت ذاك. إنه الجهل، إنها السفاهة، إنه قمة الجنون. أي عقل هذا يتكلم به هذا الرجل؟ وهذا ملكهم اسمه النمرود، والفتى يرد عليه بكل عقل وبينة ودليل. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، لما أن آتاه الله الملك، الملك أعماه وأعمى بصيرته، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. وهذا الكل يشهد به، الكل يعلم به أن الله عز وجل يحيي والله عز وجل يميت، فإذا به يقول بكل صفاقة قال أنا أحيي وأميت. علم إبراهيم الخليل أن هذا الرجل يريد الجدال لأجل الجدال فقط، هذا لا يعقل، فطلب منه أمرا آخر وأخبره بشيء جديد، هذا الشيء الجديد لا يستطيع أن يفعله، وهذا من تمام عقل إبراهيم. قال أرأيت إلى الشمس كل يوم تشرق من المشرق وتغرب في المغرب، هذا فعل الله عز وجل، ما رأيك أن تأتي بالشمس من المغرب يوما؟ قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. ظل إبراهيم الخليل يحج قومه، بهت الملك، بهت الناس وهم يرون هذه الآيات البينات، لم يستطيعوا فعل شيء،
لكنهم مع هذا لم يستجيبوا لإبراهيم، مكروا به. فقرر إبراهيم مع ابن أخيه لوط وزوجته سارة أن يخرجوا لله عز وجل ويهاجروا يبلغوا دين الله جل وعلا. أين هاجر إبراهيم؟ أين ذهب؟ ماذا صنع؟ ماذا حدث لإبراهيم؟ وهل رزقه الله عز وجل أولادا؟ هذا ما سوف نعلمه بإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة. كونوا معنا، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصص، نور قصص. يريدون قتل إبراهيم الخليل. حبس إبراهيم الخليل، أخذت وسلبت غصبا وعنوة إلى الملك الظالم، شل جسمه وحاول أن يعتدي بسارة للمرة الثالثة. يا إبراهيم لمن تتركنا؟ وهو لا يرد عليها. واد لا زرع فيه ولا ماء، نفد الماء، نفد الطعام، ألا هل من مغيث؟ ألا هل من مجيب؟ قال إن الله عز وجل أمرني أن أذبحك. جر السكين على رقبة ابنه. يا أبتي افعل ما تؤمر، أنا جبريل، هذا ميكائيل، وهذا إسرافيل، أعظم ملائكة الرحمن، قد أتينا إليك. إنها قصة الكعبة. قال خذ هذا الحجر، إنه من الجنة. قصص، نور قصص، حكمة وصبر، أساميهم لنا خير وعطر، نبتدي بآدم خليفة ربنا، وفي محمد يا سيرة خير، يا كل الخير، يا عز العز، يا ديني، لنا فيكم عبر وجمل، قصص تدمع لها عيني. يا سيرة خير، يا كل الخير، يا عز العز، يا ديني، لنا فيكم عبر وجمل، قصص تدمع لها عين.